بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أخواتي متابعي قناة بناء صوت للبرمجة. اليوم سنقوم بتنصيب حزمة الدف إكسبرس VCL النسخة 20.2.6 على نسختين من الدافي، هي نسخة راد ستوديو 11 يعني 11.2 ونسخة دافي ريو 10.3 أو 10.3. إذن بعدما نقوم بتحميل الحزمة من الرابط الموجود في الديسكريبشن، نقوم بفك الضغط عليها ونقوم بوضعها في مكان يسهل الوصول إليه من طرف المكتبة الخاصة بالدلفي. إذن هنا مثلا نضعه هنا في هذا المسار، مسار تواجد تنصيب أو مسار تواجد مجلد تنصيب الدلفي بنوعه. إذن نقوم بعمل باست لهذه الحزمة. بعد أن تم نقل المجلد إلى هذا المسار، نفتح المجلد ثم نفتح المجلد الثاني، نجد جميع المكونات الخاصة بحزمة الدف إكسبرس. إذا نأتي إلى DX Auto Installer ونقوم بالضغط عليه مرتين، إذا يأتي لنا بهذا الإيديتور. إذا نقوم بالضغط هنا في هذا المجلد ونعطيه مسار الحزمة C مثلا Program Files، Embarcadero، ثم Rad Studio، ثم هنا في Components DevExpress، ونعطيه مسار الحزمة Select Folder. إذن يأتي لنا بجميع المكونات، لاحظوا، وهنا نضيف له Compile في الوين 64 library، نضيفها هنا ونضيفها هنا ونضغط على install. إذن يبدأ DX Auto Installer في عملية cleaning يعني تنظيف للمسارات وتنظيف للمجلدات وحذف جميع الملفات الغير لازمة في هذه المسارات لينشئ لنا مسار library التي سوف ننصب عليها الدف إكسبرس في النسختين دلفي ريو ودلفي ألكسندريا. الآن يبدأ بعملية الكومبايلينج للحزم الخاصة بالدف إكسبرس في المسار الذي وضعناه وقام بإنشاء مجلد library كما تلاحظون، والذي به سيضع جميع المكونات والمسارات والملفات الخاصة بتنصيب الحزمة. الآن بدأ في تنصيب حزمة الدف إكسبرس على راد ستوديو 11 كما نرى. بدأ في
عملية الكومبايلينج للملفات هو إنشاء المكتبة الخاصة بالراد ستوديو 11. إذن نلاحظ أنه تمت عملية التنصيب بنجاح لكلمة finished. نضغط على close، ثم نغلق الديس أوتو انستالر، ونلاحظ أنه أنشأ ملف library هنا. داخل ملف library أنشأ RS26 الخاص بنسخة ريو، والآرس 28 نسخة ألكسندرية. هنا نلاحظ جميع السورسز الخاصة في الحزمة، وهنا كذلك السورس الخاصة في الحزمة. الآن نقوم بفتح الدلفين. أولا نقوم بفتح الدلفي أراد ستوديو 11، ونلاحظ دب إكسبرس بي سي ال 22.6 ريجسترد. نحاول إنشاء مشروع بالداب إكسبرس، نذهب إلى أوت، ثم بروجكت دابي، ننزل إلى أسفل، نجد داب إكسبرس بي سي ال ريبون باز أبليكيشن، نضغط عليها، أوكي، ثم أوكي، إذن ينشئ لنا مشروع جديد عن طريق الديف إكسبرس بالريبون الخاص به. أقوم بعملية
التوفيق. نلاحظوا خلال عملية التنفيذ بنجاح. أغلق دلفي 11، أفتح دلفي ريو، بنلاحظ أوردر إكسبرس كذلك بـ CF226 ريجسترد. أقوم بإنشاء مشروع ديف إكسبرس. من هنا أجد المشروع الخاص بنا، أضغط على أوكي. إذن ينشئ لنا المشروع الخاص بنا، نقوم بالتنفيذ. إذن هو المشروع تنفذ، نلاحظه ديف إكسبرس الخدمة تعمل بكفاءة، وحتى مشكل السكينز لا يوجد، كل السكينات هنا لاحظوا موجودة ضمن السكين أوبشن بروجكت سكين أوبشنز. إذا كان هذا فيديو حول كيفية تنصيب ديف إكسبرس نسخة 22.6.2 على دلفي 10.3 ريو و11 ألكسندريا، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.